السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض جاتوه الشاتو، مقاديره سهلة وبسيطة قوي. نسمي الله ونبدأ المقادير ونخش في الطريقة على طول. أنا معايا الكوباية اللي هعاير بيها، هي دي الكوباية اللي هثبتها معايا. يعني معايا كوباية زيت بس هنقص منها شوية، يعني مش كوباية الا ربع، لا ازيد شوية. ومعايا كوباية سكر، ومعايا كوباية لبن بودرة أو لبن عادي، تقدر تستعمل الحليب بتاعك العادي. ومعايا بيضتين، ومعايا 5 معالق كاكاو. ونفس الكوباية اللي استعملتها في الزيت هي اللي حطيت بيها الدقيق، كوباية واحدة برضو، يعني كوباية من كل حاجة، وبيضتين و5 معالق كاكاو وفانيليا وبيكنج باودر. هبدأ بقى الطريقة على طول. حط دي على جنب، انا هستخدم فيها الخلاط. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنزل بالزيت، وهنزل عليه باللبن، بعد كده هنزل بالسكر. دي طريقة صوص الشوكولاتة لو بستخدمه في اي حاجة تانية يعني غير الكيك. وهنزل بعد كده ب5 معالق كاكاو خام. لحد كده تمام، انا هضربهم وارجع اقولك هنعمل ايه. طيب انا خلاص ضربت الصوص بتاعي في الخلاط، هاخد منه بس كوباية هحطها في التلاجة. مجرد ما بتضربيه في الخلاط بيتقل معاكي كده. اهي الكوباية دي هحطها في الخلاط. تمام كده. قبل ما احطه بقى، قبل ما احطه على الدقيق هنزل عليه بالبيضتين واضربه ضربة تانية في الخلاط. بيضتين واحط عليه احط على البيضتين فانيليا. واتفقنا بقى في اي كيكة لازم معلقة خل، زي محسن الكيك بالظبط. وهضربهم في الخلاط ضربة كمان. خلاص بقى كده هجيب الدقيق واحط عليه معلقة البيكنج باودر. معلقة كبيرة يعني الكيس كله، حط الكيس كله. خلاص كده هقلب ال دي كده، متنسيش بقى ايه رشة ملح صغيرة، يعني ربع معلقة صغيرة خالص. اهي طبعا الفرن شغال قبلها، والدقيق دوت منخول. الحاجات ديت اساسيات في الكيك، ان الفرن يكون سخن ودي منخول قبلها. بس كده هنزل بقى بالايه، بالخليط اللي انا ايه بقيت الخليط والبيضتين عليه، هنزل بيه مرة واحدة كده على الكيك. خلاص بقى انا كده ايه هضرب الكيكة بتاعتي في اتجاه واحد، مش هغير الاتجاه عشان ما اخرجش الهواء منها. هضربها وارجع. خلاص خلطتها اهو،
هو ده القوام اللي انا عايزاه. هجيب بقى صينية مربعة وادهنها زيت وانزل كده. فرن على 180، هتقعد نص ساعة. هفردها بقى في الصينية بتاعتي. منظر ده هخبطها بقى خبطتين كده عشان لما تدخل الفرن تطلع متساوية، على 180 لمدة نص ساعة. خلاص اهي طلعت من الفرن. انتي بتختبريها بأي حاجة كده تطلع نضيفة بتطمني استوت. انا كده كده هخرمها كلها بقى عشان لما اجي هنزل عليها الصوص. وهسيبها تبرد قبل ما ازوقها. انا عموما لما هاجي هزوقها هقلب الصينية. خلاص كده انا طلعتها وسبتها تبرد شوية وقلبتها وقطعتها كده. هو ده يعتبر نص الكمية والباقي في الصينية. انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا قطعت الصينية والحروف اللي انا شلتها بحطها في اطباق بالمنظر ده، مش هنرمي حاجة، هنقدمها برضو تاني. ما تيجي بقى هتزوقي هتطلعي كوباية الصوص اللي انت شلتيها في التلاجة وعلى قطعة قطعة كده. الصوص ده جميل جدا في اي حاجة انا بستعمله. تمام كده قطعة قطعة وهنفرق. ده بالنسبة هحط بقى في الطبق الحروف اللي انا قطعتها ده اهو. كده وهزوقها بقى زي الشوكولاتة اللي هي الكريسب دي. اتمنى بقى تكون طريقتي سهلة جميلة ورب تعجبكم. ما تنسيش لو اول مرة تشوفي قناتي تشتركي فيها وتسيبي لي لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.